كإعلاميين على هذه الأرض يقع على عاتقنا واجب السد المنحاز للحق وللإنسان مهما كان مهمشا ومغيبا. ستظل أقلامنا تسيل حبرا ما دام الشعب الفلسطيني يعيش النكبات والمآسي والاضطهاد والقمع والقتل. قدر دور المنظمة التي خصصت هذه الوقفة لإسناد غزة والوقوف إلى جانب الصحفي الفلسطيني الذي تعرض المئات من صحفيي غزة إما للقتل أو الإصابة أو الاعتقال. هذه لفتة طيبة نقدرها وندعو لاستمرارها تقديرا لموقف الصحفي الفلسطيني، لأن الصحفي الفلسطيني لا يقل دوره عن المقاتل في الميدان. بمناسبة اليوم الوطني للصحافة مصادف ل 22 من شهر أكتوبر، خصصوا هذا اليوم الاحتفالي تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتضامنا مع الصحفيين الفلسطينيين الذين ينقلون الحقيقة للعالم، والذين أيضا يتعرضون للإبادة وللهجمة وللغطرسة الصهيونية التي تحاول أن توقف الصحفيين عن نقل الحقيقة ونقل الصورة كاملة عما يجري في الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة الغربية. فهذه الوقفة جاءت تضامنا مع هؤلاء الصحفيين لنقول لهم نحن الجزائريين، الصحفيين الجزائريين معكم قلبا وقالبا.